والشقة دي بقى ينفع تتاخد تمويل عقاري؟ والقسط بتاعها صغير، ارقام مش كبيره يعني. قسط؟ قسط ايه يا اخويا؟ هو انتوا كمان وصلتوا للاقساط؟ ده انا سبتكم 5 دقايق عمي، امال لو كنت سبتكم ربع ساعه كنت عملتوا ايه؟ كان زمانكم دلوقتي بتفرشوا الشقه. يا صدفه، في ايه؟ انتصار، في ناس عايزينك هناك. ناس مين؟ معرفش، مدام هدى. مدام هدى كانت بتسال عليكي، شكلها كده بتسال على فلوس الجمعيه. الجمعيه؟ يا لهوي، عندي جمعيه. مالك انت كمان يا حبيبي؟ في ايه؟ قاعد وبتشرب معاها الشاي وقاعد ور ور ور، هو في ايه بالظبط؟ انت بتغيري ولا ايه؟ ماسخ وما فيهوش سكر. ولعلمك بقى الغيره دي احساس طبيعي بين البني ادمين. ايه يعني؟ في ايه؟ ولا انت ما عندكش احساس؟ لا بحس، وبغير عليكي. اه ايوه كده فكرتك يعني من الرجاله اياهم دول. هو انا عشان لطيف وشيك وذوق معاكي، فكنا بقى من العيال الاوبن مايندد وكده. اوبن ايه؟ اه اتمنظر لي بقى كل شويه بالكلمتين الانجليزي اللي انت حافظهم لي، ما كانوش حصتين عمي خدتهم في حياتك كلها. بحبك. ايدك ايدك يا طارق. تحبني؟ اه حبني براحتك يعني، لكن تمسك ايدي لا. بتاع ايه؟ احنا في مدرسة، والمدرسة دي مكان مقدس. وبعدين حتى لو احنا مش في مدرسة، احنا مش مخطوبين رسمي. وفي الراحة وفي الجاي عمال اقول خطيبي خطيبي خطيبي، بقى شكلي زبالة لما لابسة يعني دبلة في ايدي، ولا حلق في وداني، ولا اسورة في ايدي. هو احنا فيها؟ احنا فيها دلوقتي ونعمل كده دلوقتي حالا. بس انت المشكلة انك في نظر القانون متجوزة جلال الحسين. معلش نسيت الشنطة بتاعتي عشان فيها فلوس الجمعية وكتبي، كتبي كمان. عربة انتصار دي. عجبك كده؟ ما كنا ماشيين كويس، ما كنا ماشيين عدل. لازم أم الجملة اللي قلتها في الآخر دي، أدي المدرسة كلها هتعرف السر اللي أنا مش عايزاهم يعرفوه. ما يعرفوا يا صدفة، أنا ما يهمنيش حد. اللي عايز يقول يقول، انا يهمنا حاجه واحده بس، اني بحبك وهتجوزك على اي وضع. حلو الكلام، حلو قوي، بس المهم الفعل. طب ممكن بقى نطلع نروح على المحامي عشان اوريك الفعل؟ لا انا مش هينفع دلوقتي، خلي المحامي بالليل. اه انا لسه ورايا حصتين وعندي حاجات عايزه اخلصها في المدرسه.